أما عن الحكم الراشد وهو وسيلة لتحقيق الحلم الجزائري، بالطبع فيه فقرات عديدة في هذا الموضوع، وأنا أعد السادة المتابعين بأنني سأصدر كتاباً أجمع فيه 3 بحوث تهتم بالفكر السياسي من مساهمات كنت قد قمت بها في العديد من الملتقيات، في كتاب سيصدر قبيل الدخول في الحملة الانتخابية تحت عنوان فكرنا السياسي، والذي سيشمل على بحث في الحكم الراشد وآلية مكافحة الفساد، وبحث آخر عن الدولة المدنية من خلال وجهة نظري بطبيعة الحال، ثم نتحدث عن بحث آخر في الانتقال من الدعوة إلى الدولة. سنعرض هذا الكتاب قبيل الحملة الانتخابية بإذن الله تعالى.